السلام عليكم وهلا بيكم في فيديو جديد من الكمبيوتر فيجن بلايز. في الفيديوهين اللي فاتوا اتكلمنا عن الفيتشر ديتكشن والفيتشر ديسكريبتور، واتكلمنا ان الفيتشر ديتكشن هو جاست بيحط لي بوينتس خلاص وقعت، والفيتشر ديسكريبشن هو بيجيب لي فيتشر فيكتور للحاجه اللي انا عايزاها. ماشي، اتكلمنا عن هدس وقلنا ان هو فيتشر ديتكتور، واتكلمنا عن السيفت وقلنا ان هو فيتشر ديسكريبتور، وجي دلوقتي ان احنا نتكلم على الهيستوجرام اوف اورينتد جريدينتس، وده بالمناسبه فيتشر ديسكريبتور. ولما نقول فيتشر ديسكريبتور ده معناها ان احنا مستنيين منه فيتشر فيكتور. ماشي، يلا نشوف الالجوريثم بتاعه. مبدئيا كده الهوج الجوريثم مش بيشتغل غير على فيكس سايز ايمج، وهو 64 في 128. ماشي، تاني حاجه بيعملها هو ان هو بيجيب الايمج الحلوه دي وبعدين بيقسمها لسيلز. السيلز دي بتبقى عباره عن 8 في 8، و لكل سيل بيحسب لها الجريدينت في اتجاه الاكس والواي زي ما شفنا في السفت، وبيجيب الماجنتيود وبيجيب الاورينتيشن اللي هي الثيتا، وبعدين بقى بيعمل ايه؟ بيعمل هيستوجرام. طيب ازاي بيعمل هيستوجرام ده؟ تعالوا نروح نعمل سيرش. لما عملت سيرش لقيت الشكل اللطيف ده. ايه هو؟ مش احنا جبنا الثيتا اللي هو هنا الجريدينت دايركشن، وجبنا الماجنتيود، هو بيعمل ايه؟ مثلا هو لقى ديت 10، العشرة دي بتقع ما بين 0 و 20. ماشي، فهو عمل ايه؟ راح جاب الماجنتيود من الهيستوجرام، الماجنتيود بتاعها يعني، وراح حطه في المكان ده. طيب مبدئيا لو تلاحظوا انه احنا ماشيين من 0 ل 20 ومن 20 ل 40 وهكذا، هنفضل ماشيين كده لحد فين؟ هنفضل ماشيين كده لحد 180. الهيستوجرام او البنز عندي بتكون 9 وبتكون من 0 لحد 180 بس. ده معناه ان احنا ما عندناش حاجه بالنيجاتيف، لو في حاجه بالنيجاتيف هنحولها بوزيتيف. تعالوا نخلص ونحسب الهيستوجرام بتاعنا. قبل ما نكمل هنقول بس هو بيحسب الهيستوجرام ليه. هو احنا بنمسك كل سيل من 8 في 8 بنجيب لكل بيكسل الجريدينس، وبعدين بنحسب الهيستوجرام للسيل دي. ده معناه ان كل سيل 8 في 8 ليها الهيستوجرام الخاص بيها. طيب نكمل بقى. بعد ما خلصنا وطلعنا الهيستوجرامز وكل حاجه بقت حلوه، المفروض هنعمل ايه؟ المفروض هنعمل ويندو 16 في 16، والويندو دي هيكون ليها فيكتور كاوتبوت. الفيكتور ده هيكون في ايه؟ هيكون في الهيستوجرامز بتاعت السيلز اللي جوه الويندو 16 في 16 دول. يعني مش انا عندي 8 في 8 سيل، السيل واحد 8 في 8 وعندي الويندو 16 في 16، يبقى هي فيها 4 سيلز، واحنا كنا قلنا ان السيل الواحده فيها هيستوجرام واحد، فعشان اطلع الفيكتور هجيب الهيستوجرامز دي واحطهم جنب بعض، فيكون الفيكتور بتاعي اللينس بتاعه 4 في 9 اللي هو كام؟ 36. ماشي؟ طيب ايه الويندو اللي انا عاملاها دي؟ مش هستخدمها مره واحده وخلاص، لا، احنا هناخدها نبتدي بيها وبعد كده نعمل شيفت وان سيل. ممكن اوريكم دلوقتي حالا. كده ابتدينا بيها. ماشي، وبعدين هنضيف دلوقتي واحده كمان، او احنا بمعنى اصح هنشفتها جنب. شفتناها جنب بالازرق عشان نعرف نفرق. ماشي، سيل واحده بس. خلينا هنا نلاحظ حاجه. ايه هي الحاجه دي؟ انه لو انا هطلع لكل 16 في 16 ويندو الفيكتور بتاعها، ف الفيكتور الاولاني والفيكتور الثاني من ال 2 ويندوز دول هيكون في انترسكشن. ليه؟ لان انا عندي هنا 2 سيلز مطلعين نفس الهيستوجرام، هو 2 سيلز دول انكلودد في الويندو الاولى وانكلودد في الويندو الثانيه. تمام، حلو. اخر بقى حاجه حابين نقولها قبل ما نقلب على السلايد الثانيه، انه بنعمل نورماليزيشن هنا علشان يبقى اليمينيشن انفاريانت. طيب احنا كنا لسه بنقول ان احنا هنحرك ال 16 16 ويندو دي واحده كل مره. طيب لما احنا هنحركها واحده كل مره، واحنا اصلا كان عندنا كنا مقسمين السيل بتاعتنا 8 في 8 على كله، واحنا عندنا 8 وعندنا 16، بس لما نعمل حركه ان احنا بتاعت التشفيته دي، فهيكون عندنا كام واحده اتشفتت؟ الويندو دي هتتشفت 7 مرات في الهوريزونتال و15 مره في الفيرتيكال. ماشي، فكتوتال هتكون حسبت 105 بلوكس.
طب هو انا 105 بلوكس والبلوك له فيكتور، والفيكتور ده اللينس بتاعه 36 زي ما احنا قلنا، ليه؟ لانه كان 9 في 4. فكتوتل او كتوتل لينس للفيتشر فيكتور هو هيكون عبارة عن 3780 الدايمنشن بتاع الفيكتور. هو طبعا رقم كبير قوي بس ما علينا. وما دام احنا وصلنا للبوينت دي، وما احنا وصلنا للفيتشر فيكتور، فيبقى كده الديسكريبتور بتاعنا وصل ان هو يعمل اللي هو كان عايزه فعلا، وكده احنا خلصنا الالجوريثم. تعالوا نعمل ريكاب على سريع عشان انا بحب الريكاب جدا. اول حاجه هنقسم كل الصوره 8 في 8 سيلز. تاني حاجه هنجيب الجريدينتس لكل بيكسل في كل سيل، وبعد كده هنحسب الهيستوجرام اللي هو متكون من 9 بنز بس، من 0 ل 20 ومن 20 ل 40 وهكذا لحد 180. وهنجيب بعد ما جبنا الهيستوجرام وخلاص حسبناه كل حاجه، وبعد كده هنجيب ويندو 16 في 16، والويندو دي بنطلع منها فيكتور اللينس بتاعه 36، وبنفضل نشفتها كل مره سيل باي سيل لحد ما نخلص الصوره كلها. ففي الاخر هتطلع لي فيتشر فيكتور الدايمنشن بتاعه 3780. فوالا خلصنا. ماشي، ده فيجواليزيشن وما نرجع بيه ولا كنا شفناه. ايه بقى الفرق ما بين الهوك وما بين السيفت؟ لو تلاحظوا ان احنا في السيفت كنا ماشيين نشوف الدوميننت جريدينت وكنا بنلف الويندو عليه، لكن في الهوك احنا ما عملناش الدوميننت جريدينت، احنا كنا بس بنشوف الماجنتيود ونحطه مكان ال direction. اوكي، و الهوج بيشوف كل الايمج، بيدسكرايب كل الايمج، لكن السيفت كان بيدسكرايب البوينتس، بيحدد بوينت ويروح يعمل لها ديسكريبشن في مكانها. الهوج الجريدز بتاعته بنعمل لها نورماليزيشن، لكن السيفت لا. اخر حاجه ان السيفت كان اشتغل على different scales، فاكرين لما فضلنا نقسمها، والهوج ما عملش. طيب احنا كده خلصنا الديتكتورز والديسكريبتورز اللي كانوا معانا. ماشي، طيب احنا لو كان عندنا بانوراما وعايزين معانا صورتين وعايزين نحطهم على بعض بشكل يدونا بانوراما، فالخطوات اللي المفروض تتعمل ان احنا خلاص عملنا ديتكشن وعملنا ديسكريبشن، وبعدين المفروض خلاص مش هنكتفي ان احنا خلاص جبنا الديسكريبتور او الفيتشر فيكتور اللي طلع لنا ونكتفي بكده، لا المفروض نشوف اللي هنا ونشوف اللي هنا ونوصلهم ببعض. طيب هل هيتوصلوا بطريقة عشوائية ولا ممكن نوصلهم ان احنا نفضل نلوب على كل بوينت وكل بوينت من هنا ونشوف هل ده ينفع مع ده ولا لا؟ هو في الحقيقة ينفع، بس يعني مش هيخلص في سنة اصلا. ممكن برضو نحسب الأقليدين ديستنس، ممكن نعمل النيرست نيبر سيرش، بس زي ما قلنا محتاجين طريقة أحسن من كده و effective أكتر من كده. في طريقة كويسة واللي هي KD3، و الدكتور مذكرش تفصيل عنها في محاضرة كتير، هو just M3D بناخدها في login بدل ان square اللي احنا كنا بنبص عليها، و ان ال 3 split على حسب ال dimensional variance، بتشوف مين عنده اعلى dimensional variance وتسبلت وهكذا، تفضل split لحد الاخر. على العموم الحته دي ما دكتور مطولش فيها فنقلب على البند. طيب هنا finding good matches، لما احنا نلاقي ال good matches فعلا، قبل ما نتكلم احنا هنلاقيها ازاي اصلا، لما احنا نلاقيها وبعدين عايزين نحط صورتين بقى على بعض، حطت الصورتين دول على بعض اسمها فيتشرين، اسمها فيتشر بريد الاينمنت. ماشي، هل مثلا لو الصورتين دول اتاخدوا يعني بنفس الصورتين اللي فاتوا بس اتحركوا بس شويه بحيث ان هي جابت نص الصوره الثانيه، ولا الكاميرا اتحركت وكذا حاجه اتحركت مع بعض كذا حاجه اتحركت مع بعض؟ فعشان كده المفروض نحسب شويه حسابات اللي هي اسمها الترانسفورميشن علشان نشوف الصورتين ازاي ممكن يركبوا على بعض زي الصورتين دول. يعني مثلا
دي راحت هناك شوية والصورة ديت راحت هناك شوية، بحيث ان هما في الاخر بطريقة ما ركبوا على بعض. فتعالوا نشوف ايه ال transformations اللي ممكن تكون عندي، ونشوف شوية حاجات كده قبل ما نخش على ال feature matching وال algorithm بتاعة ال feature matching. علشان نعمل compute لل transformation احنا محتاجين نفهم ال projective geometry و homography، فبالإضافة إلى ال 3D Euclidean space إحنا محتاجين نزود dimension W، واللي هو ال distance ما بين الكاميرا وال الصورة، ماشي؟ فبقى عندي 4D space واسمه ال projective space، وال coordinate بتاعة ال projective space ده بقى اسمها homogeneous coordinates، وده اللي احنا كنا بنقوله من شوية ان الامج لازم يحصل لها ترانسفورميشن قبل ما هما الاتنين يتحطوا على بعض. طيب ال transformations اللي ممكن تكون موجود عندي، ممكن يكون عندي موجود translation، هو ان just ال object او الحاجة اتحركت لجنب، ممكن يكون في rotation، ممكن يكون في aspect و affine و perspective، ماشي؟ دي كلها ممكن تكون transformations حصلت للامج. طيب احنا كنا بنقول ان في translation حصل او rotation او scale او الحاجات دي، الحاجات دي للحسبة بتاعتها ليها matrix عشان نحسب ال transformation اللي حصل، وبالmatrix دي اسمها homography matrix او translation matrix، صحيح transformation matrix. هنا بناخد points وبنضربها في الmatrix دي وبتدينا ال points ال transferred، وطبعا لكل حاجة حصلت او لكل transformation معين زي translation او rotation ليها ال matrix بتاعتها بشكل بتاعها مخصص، مش اي حاجة في اي حاجة، ماشي؟ طيب هنا لو احنا عايزين نعمل combination ما بين ال translate وال scale، ببساطة الواحد دي هتبقى s واحد sorry sx، و zero هتبقى zero زي ما هي، وال tx هتبقى tx، والواحد دي هتبقى sy، والواحد دي هتبقى واحد زي ما هي. فكده عملنا combination بين ال translate وال scale. ال feature based alignment علشان نلاقي ال transforms، هو الفكرة كلها flow until happy، بناخد شوية matches ونحسب ال transformations بتاعتهم، وبعدين بنعمل verification لل transformations اللي طلعت لنا دي، ونلف على بقية ال matches ونشوف هل فعلا الفاليوز اللي انا كنت مطلعاها ماشيه مع الغالبيه، مش هقول مع الكل، ماشيه مع الغالبيه، لو فقشطه مثلا 90% مثلا، لو لا فال ترانسفورميشن محتاج يتحسب تاني. نرجع ونكمل كلامنا على ال finding good matches وعن الالجوريثم بتاعه اللي هو الرانساك. فكرة الرانساك الأساسية إن هو بيختار randomly ال points وبعدين يحسب شوية حسابات، وبعدين بيفضل يربيت لحد ما يلاقي good line. بس wait كده، هو يعني إيه good line أصلا؟ أو good line هل بيتضمن كل النقط؟ الحقيقة لأ، الحقيقة إنه هنا لو شفنا شوية النقط دي، في best fit line وفي correct line. ال best fit line هو line حسب كل النقط معايا، لكن ال correct line هو عدى بالنقط اللي معايا وساب ال outlier. يعني احنا هنا مش محتاجين ان احنا نشوف ال best fit، احنا محتاجين نشوف ال correct line. هنا ال algorithm بتاع الرانساك، زي مثلا ان احنا عايزين نرسم خط، فالخط بترسم بمينيمم ب نقطتين، ماشي؟ فاول حاجة احنا بنختار نقطتين randomly، وبعدين بنسولف المودل بارامترز باستخدام النقطتين اللي احنا كنا لسه جايبينهم دول، وبعدين بنشوف ان في سكور كده، كل اللي جوه معايا ويبقى اسمه انلاير، وكل اللي بره مش معايا ويبقى اسمه اوتلاير. فكل النقط الزرقاء دي هي معايا انلاير، وكل الاحمر ده هو اوتلاير. وبعدين هنفضل نكرر احنا بنعمله دوت، نختار سامبل راندوم اللي هو نقطتين راندوم تاني، ونشوف المودل بارامتر، نعمل فيت المودل بارامتر ونشوف عندي انلايرز قد ايه.
طبعا هنا ال inliers كانوا عدد الأزرق برضو بس much more than الصورة اللي فاتت. و ال runsec algorithm هو ده ببساطة ال 5 steps دول. أول حاجة إن احنا بنختار ال sample points بتاعتنا اللي هو أقل points ممكن نستخدمهم، زي مثلا لو احنا عايزين نحسب ال translation اللي حصل من صورة للتانية فأنا محتاجة كام pair of points، كام point pair واحدة بس، واحدة من هنا واحدة من هنا واشوف بس ايه اللي حصل صح؟ فيبقى انا كده محتاجة واحدة بس. لو كان rotation فانا محتاجة كام point، لو كان rotation فانا محتاجة 3 point، 3 pair of points. ولو كان هنا مثلا عايزين نرسم خط فانا محتاجة 2 points. فال S دي بتتغير على حسب عايزين نحسب ايه او عايزين نشوف ايه او كده ماشي. تاني حاجة بنسولف ال model parameter بال sample اللي احنا كنا واخدينه، وبعدين بنشوف ال layers اللي عندي، بنكون مثلا محددين كده score أو threshold اللي جواه بيبقى معايا واللي بره بيبقى مش معايا، وبعدين نشوف هل كمية ال inliers أكتر من outliers أو هي كمية ال inliers أنا راضي عنها. لو راضية كده بنقفل 10 وبرتين الموديل وبنفضل نعمل repeat لN مرات، وبعد ما نخلص بنشوف مين الموديل اللي كان معاه الماكسيمم اللايرز ماشي. طيب هنا في شويه بارامترز. الاول هو الاس دوت اللي احنا قلنا بنختار سامبل نقطتين مثلا راندملي، والتي هي الديستنس ثريشولد اللي احنا كنا برضو لسه شايفينها، والنمبر اوف اتريشن اللي هو ان المفروض هلف كام مره ماشي. في كده اكويشن عملوها بعد ما جربوا كذا مرة، جربوا مثلا ان السامبل بتاعي يبقى 2 وفي مرة تانية جربوه ب4 وفي مرة تانية جربوه ب8، يعني المينيمم بوينت اللي انا محتاجاها هيكون بدل 2 8 ماشي. ومرة جربوا قالوا ان عدد الاوتلايرز اللي انا عندي 5%، ومرة جربوا قالوا ان عدد الاوتلايرز عندي 50% في كله بقى، ومرة بقى حددوا ان البرسنتج اللي هم راضيين عنها هي 0.99 ماشي، او خلينا نقول ان دي التشانس ان هما ياخدوا جود سامبل. طيب هما لقوا ايه بقى؟ لقوا ان ال n بتزيد significantly كل ما ال s بتاعتي بتزيد، وان عدد ال outliers لو كان كبير فال n ما بتزيدش جامد غير بالنسبة لي ان اللي كان السامبل بتاعها كبير ماشي. ومن هنا عملوا equation. الequation دي هي بتكون عبارة عن 1 minus p، ال p ديت اللي هي هنا 0.99، وال e ديت اللي هي ال outlier، وال s السامبل بتاعي هو كانوا نقطتين من شوية اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. في بقى adaptive procedure، والادابتيف بروسيجر دي بتقول انه طالما عندي السامبل كاونت اصغر من الان ماشي، فهنعمل اللي جاي ده، هنختار سامبل عشوائي ونشوف النمبر بتاع الانلايرز الموجودين، وبعدين نشوف الاي نوت. الاي نوت دي بتكون عبارة عن 1 ناقص عدد الانلايرز اللي انا لقيتهم على التوتال بوينتس كلهم. والله لو الاي نوت دي طلعت من اصغر من الاي فانا هقول ان الاي بتساوي الاي نوت، وهعيد حساب الان بالايكويشن اللي احنا كنا لسه شايفينها من شويه. وهنا لو الان اللي عندي كانت اكبر من الحسبه دي، لو كانت الان دي كانت اكبر منها فانا هترمينيت، يعني خلاص كده اطلع بره اللوب، ولو لا فانا هفضل انكريمنت السامبل باي 1، وساعتها لو الكونديشن دوت بقى فولس فهترمينيت بره اللوب. طيب ايه الادابتيف بروسيجر دي اتعملت ليه؟ لان احنا ما نعرفش بحق حقيقي في قد ايه الدايرز وفي قد ايه الدايرز، يعني الاي ديت مش رقم احنا عارفينه من البدايه ماشي، وفي نفس الوقت ممكن نفضل نربيت ريبيت وانكريمنت انكريمنت ونلف نلف في اللوب، بس يعني نقعد وقت طويل جدا، ف دي مش حاجه حلوه برضو لما لقيتش اللي انا عايزاه في الاخر بس. فدي الادابتيف بروسيجر كانت بتحل الموضوع ده. واخيرا وليس اخرا ال runsec conclusions، الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه زي ما احنا متعودين بعد كل algorithm بنقوله.
حاجة الحلوة إنه بسيط و general، ومش بس بيفت أو بيبقى كويس في problem معين، لأ هو بيكون كويس في كذا problems كتير. تاني حاجة، تالت حاجة إنه مش sensitive لل outliers، بيتعامل معاها عادي. ورابع حاجة إن ال parameters بتاعته سهلة إن احنا نختارها. طيب ايه الحاجات الوحشة؟ زي ما احنا كنا قلنا، لو السامبل بتاعي بيزيد فكده ال number of iterations بيزيد بشكل رهيب. ولو انا مثلا كان عندي، احنا كنا بنقول ان احنا بنعمل combination ال translation مع ال scale معرفش ايه، لو كان دي حاجات كتيرة كتيرة موجودة فالأداء بتاعه ما بيبقاش كويس. ودي ال common application بتاعته زي الهوموجرافي وزي ال fundamental matrix اللي هو بيربط two view ببعض. وكده نكون خلصنا الفيديو، أشوفكم الفيديو الجاي.